صحابي جاء وجاب البعير، ربط البعير برا المسجد، وسأل الرسول عليه الصلاة نفس الأسئلة، قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله افترض عليك في اليوم خمس صلوات نصليها في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله افترض عليك صوم في السنة في العام نصوم، فعدد عليه أركان الإسلام الخمسة. قال يا محمد لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال إن صدق دخل الجنة. قال يا محمد إذن أنا أشهد أن الله وأنك رسول الله، تو مشرك وركب على بعيره وهو ماشي طاح البعير قدام المسجد، فيوم طاح الرجل طاح على وجهه، فركضوا الصحابة لما وحطوا إيدهم على قلبه قالوا يا رسول الله مات الرجل المشرك ذا اللي توه، قال أشهد. فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، دخل الجنة ما ركع لله ركع. أخذ العلماء فائدة من الحديث أنه ما يجب عليك ولا علي ولا علي مسلم إلا إيش؟ الأركان الخمسة بس. لأن بعض الناس ترى ينكر على اللي ما يصلي السنة مثلا، يقول شوف أعوذ بالله ذا منافق، حرام عليك يا أخي، صح لو مو صح؟ شوف يا أخي ما كنت شوف لا يصلي ركعتين، رأى الرسول الله، الله وجب عليك كم ركن؟ خمس أركان. وقال للرجل الصحابي إن صدق دخل الجنة، لأن رحمة الله واسعة ولا ضيقة؟ واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء.